على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. سانتي 5.0. كل عادة نمدكم بمختلف المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية فيما يخص الصحة متاعكم. الناس الكل يبانشي على 93 تود سويت في كواد نوف. كواد نوف سانتي. كما قلت لكم عناوين مفرحة ومبهجة الحقيقة وقت اللي نسمع نجاح أول عملية زراعة قلب بمستشفى سهلول. من ضمن العناوين إجراء أول عملية زراعة قلب بمستشفى سهلول، وناس كل براتيكمون فرحانة ومهبطة الأخبار هذه. هذا باش يكون مش نحكيو عليه، وإن شاء الله بعد إذا كان حاولنا نتحصلوا الحقيقة على أحد الأفراد من الطاقم الطبي اللي كان أجرى العملية هذه نحاولوا ناخذ لكم معاه بأكثر تفاصيل. سينو ميساج نعطيكم لمحة على العملية اللي يوم أمس ونجرى فريق طبي متكامل من المستشفى الجامعي سهلول بسوسة نهار الأربعاء إلى حدود يوم الخميس. أول عملية زرع قلب لمريض في الخمسينات من العمر متاعه كان يعاني من قصور في القلب. وفق ما أكدوا رئيس قسم جراحة القلب والصدر والشرايين المشرف على الإجراء متاعها دكتور سفيان الجربي، وكان أضاف في تصريح لي وكالة تنصفيق للأنباء أن العملية هذه اللي تم الإجراء متاعها لأول مرة بسوسة كانت استغرقت أكثر من 6 ساعات، كانت كل بالنجاح، وتم من خلالها نقل القلب من الشخص المتبرع إلى المريض المستفيد. مؤكد أن حالة المريض المستفيد بزراعة القلب تعتبر مستقرة. وتم نعطيكم أكثر تفاصيل شوية وين تم استجلاب قلب شاب متوفى دماغيا من العاصمة إثر حادث مرور كان تعرض له وزراعته لمريض يعاني من قصور في القلب. قال أنه الفريق الصحي يتكون من إطارات طبية وشبه طبية وعملاء وإداريين كانوا تجندوا من 4 متاع الصباح متاع نهار الخميس لإتمام العملية هذه اللي استمرت أكثر من 6 ساعات، والحمد لله كلت بالنجاح. وين وصفت الحالة متاع المستفيد بالمستقرة. نذكركم زيدا المتبرع هو زيدا منح المتوفي الحياة لمريض يعاني من قصور كلوي بعد ما استفاد من الكلية متاعه في حين تعذر التبرع بالكلية الثانية والكبد بسبب ملغزمون تضررهم في حادث المرور. هذا ما أحوجنا المثل هالإنجازات هذوما وقت اللي نسمع تقريبا في الأسبوع هذا أسبوع الفرحة الحقيقة من خلال العناوين. أول عملية زراعة قلب بمستشفى سهلول، إن شاء الله ربي يعين الجيش الأبيض من أطباء من طاقم طبي وطاقم شبه طبي وكل جنود الخفاء اللي واقفين على العمليات هذوما، واللي كللت بالنجاح واللي ديما تونس الحقيقة سابقة في الإطار هذا. يعني ساش نغير لكم من تونس، إن شاء الله نحاولوا بعد كما قلت لكم ناخذوا أكثر تفاصيل في الموضوع هذا. نشوف لكم الطاقم الطبي من كم شخص كان متكون، كيفاش كانت العملية، ظروف العملية كيف وشنو الحالة متاع المريض إلى حد هذه اللحظة، خاطر نعرفوا ديما في الحالة هذوما تنجم تكون في استقرار وبعد تتغير نوعا ما. ناخذ لكم بأكثر تفاصيل بعد في زوم سانتي. سينو نكملوا مع أخبار الصحة العالمية، وين كوريا الشمالية أعلنت يوم أمس أول إصابة بكورونا، وين تعهد الزعيم الكور الشمالي كيم يونغ أون النهار الخميس بالتغلب على جائحة كوفيد 19 من خلال تطبيق نظام حجر صحي طارئ إلى أقصى درجة بعد الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد متاعه. كانت نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله خلال اجتماع طارئ عقد المكتب السياسي. الهدف من الاجتماع هذا الطارئ اللي كان قام به هو القضاء على جذور الجائحة في أقصر فترة زمنية
ممكنة. كان أضافت الوكيلة أنه زعيم أكد أنه بفضل درجة الوعي السياسي العالية اللي يتمتع بها الشعب باش تتغلب بالتأكيد على حالة الطوارئ وباش تنجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ. وقالت في نفس الإطار أنه الإصابة تتوافق مع أوميكرون، هي نسخة متحورة من فيروس كورونا تمتاز بالقدرة العالية متاحة على التفشي. وكان أمر كيم بتجديد المراقبة على الحدود، فرض إجراءات لاحتواء الجائحة، داعيا مواطنيه إلى منع انتشار الفيروس الخبيث عن طريق إغلاق الأحياء متاعهم بالكامل في كل المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد. زاد أعلن أنه كل الأنشطة الانتاجية والتجارية باش يتم تنظيمها بحيث يتم عزل كل وحدة عمل لمنع انتشار الفيروس. التقرير تقريبا من المصدر سكاي نيوز. ونعرفوا احنا الصرامة متاع رئيس كوريا الشمالية في الإطار هذا، زعيم كوريا الشمالية في الإطار هذية، ومتشدد جدا. وهذه نشوفوا أول حالة إصابة بفيروس كورونا اللي تقريبا كل البلدان كانت مستها الجائحة هذه باستثناء كوريا الشمالية. ونشوفوا الإجراءات الصارمة اللي كان اتخذها على خاطر إلقاء حالة وحيدة وسجلوا أول إصابة بكورونا. دونك تاخذوا إجراءات صارمة جدا. ونعرفوا احنا الديسيبلين اللي عند كوريا الشمالية خاصة في الإطاراتهم. تشوفوا احنا شنو هو الإجراءات اللي باش يتم اتخاذها من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ. خاصة نعرفوا احنا اللي قراراته تنجم تفاجئ برشا ناس، خاصة الديكتاتورية خليني نقول بين ظفرين، اللي عنده أسافوار شنو باش يكون القرارات اللي باش يستعملها. كانت هذه كودنفة. كود نوف سانتي. مواصلين معاكم سانتي 5.0 حتى نص نهار. مختلف الفقرات الصحية اللي تنجم تهمكم، خاصة نحاول نعطيكم بعض الأرقام فيما يخص بعض الدراسات. بعد شوية باش يكون محور حديثنا أكواب القهوة البلاستيكية تنجم تهدد الصحة متاعكم. عندكم ما تسمعوا في الإطار هذية، خليكم برونشي مع الغزالة رائعة 93.3. Santé 5.0. راديو الحياة فم إذاعة القاهرة، وين لصحة ومسيكم صوتنا على 93.3. مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0. سانتي 5.0. كيف العادة في سانتي 5.0 نحاول نمدوكم بمختلف المعلومات اللي تنجم تهم الصحة متاعكم، من أحصائيات من دراسات. ونعرفوا الدراسات تتطور من قبل العلماء ومن قبل أهل الاختصاص في المجال الصحي. لكل مرة نسمعوا بدراسة معينة وديما نحاول نصحوا لكم المفاهيم في الإطار هذا. تتويت في شيفر سانتي. شيفر سانتي. الشيفر سانتي اليوم مش نحكي لكم عليه، لكن الناس المغرومين بالقهوة نحاول نعطيهم دراسة حول أكواب القهوة البلاستيكية اللي تنجم تهدد لا قدر الله الصحة متاعكم. من هما الأكواب اللي نحكيو عليهم؟ الأكواب اللي تعرفوهم الناس الكل ذات الاستعمال الواحد. وين كشفت دراسة جديدة أنه أكواب المشروبات الساخنة تلقى تريليونات من جزيئات البلاستيك المجهرية في المشروب. وفقا لمجلة Environmental Science and Technology قام الباحثون في المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا بتحليل أكواب المشروبات الساخنة ذات الاستخدام الواحد والمغلفة بالبولي إيثيليون منخفض الكثافة LDPE، وهو عبارة على طبقة بلاستيكية مرنة ناعمة غالبا ما نستخدمها كبطانة لمقاومة الماء بشكل ما يصيرش التسرب متاع السائل الموجود في الكوب هذيك. تبين أن وقت اللي تتعرض الأكواب هذي للماء في درجة غليان 100 درجة مئوية تنجم تطلق تريليونات من الجسيمات النانونية لكل لتر من الماء. قال الكيميائي كريستوفر زانغايستر باحث رئيسي في الدراسة أنه من غير المعروف حتى الآن إذا كانت عندها أثار صحية سيئة في الإطار ذي على البشر وإلا على الحيوانات وإلا لا. أما الجزيئات المجهرية اللي كنا تحدثنا لكم عليها تتواجد بالمليارات في كل لتر من المشروب، مشير إلى أنه في العقد الماضي القاوا العلماء المواد البلاستيكية وين ما بحثوا في البيئة. بالطبيعة في الإطار هذا كان أوضح مايستر أنه بفحص قاع البحيرات الجليدية في القارة القطبية الجنوبية تم العثور على جزيئات بلاستيكية دقيقة أكبر من 100 نانومتر، الشيء اللي يعني شنو اللي تكون على الأرجح صغيرة بما يكفي لدخول الخلية
الجنسية في المشاكل الجسدية هذه، شرح إلى أنه نتائج دراسة جديدة مختلفة على خاطر النانونية زادة تم العثور عليها في أكواب القهوة اللي كانت صغيرة للغاية وتنجم زادة تدخل إلى الخلية، الشيء اللي نجم يؤدي إلى تعطيل الوظيفة بتاعها. دونك في الدراسة هذه مازالوا ما توصلوش للنتائج المطلقة فيما يخص إذا كانت هي مضرة بالبشر وإلا كيلكسوها بالحيوانات، لكن ديما اللي اكتشفوها احنا كي نحكي لكم على شغلكم كي نحكي لكم على صحة نحكي لكم ديما على صحة بمفهومها الشامل، تنجم حتى إذا كان ما كانتش عندها تأثيرات على الجسم متاع الإنسان تنجم تكون عندها تأثيرات على البيئة، وهذا ما يفسر تواجد كميات كبيرة من الجزيئات في البلاستيكية هذية في المحيط البيئي متاعنا، ونعرفه هو توتان انفيرونمون، دونك التأثيرات باش تكون كبيرة على المحيط متاعنا واللي بدورها باش تعاود ترجع، والسيكل ذيك اللي يصير والدورة والحلقة اللي تصير تعاود ترجع للإنسان كي كسوة من خلال زراعة بعض المزروعات اللي نحن بعض احنا نكلوهم بخاتيكمون. دونك هذية التأثيرات هذيك علاش في الدراسة هذه ينجموا أقروا نوعا ما بأن أكواب القهوة البلاستيكية تنجم تهدد الصحة متاعنا، كل أنواع البلاستيك بيان سور هو ينجم يهدد الصحة متاعنا. والاحتفال باليوم العالمي للبيئة من 13 ل 15 مايو نذكروكم كنا حكينا عليه في أجندا سانتي اللي باش يكون في تونس من خلال تنظيف الشواطئ متاعنا خاصة من المواد البلاستيكية اللي تنجم تضر الناس الكل. ديما نقول لكم سيسوا رواحكم، أعرفوا شنو تستهلكوا كيفاش تستهلكوا، طريقة زيادة إلقاء الحاجات اللي كيما هكا، وكنا تحدثنا في فترة سابقة احنا حتى على الأدوية اللي تاخذوهم من الفارماسي راهو كيفية التخلص متاعهم منها في بيان سور مع الصيدلي مع محمد علي القطي الصيدلي كان حدثكم وقالكم راهو تجمعوا كمية الدواء متاعكم في ساشي وترجعها ديريكتومون للفارماسي وهو يعرف المكان المخصص لها وكيفاش طريقة الغوسيكلاج اللي باش تكون ملحوش هكيكا دوايتنا في اللي وبيل، يعني كل حاجه نستعملوها فيها حكمه حتى كي نجي باش نتشاو ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل. كانت هذه دراسه في شيفر سانتي. شيفر سانتي مازلنا مكملين معاكم حتى نص نهار في صوتي 5.0 ونحكي لكم على اليوم العالمي اللي كان يوم امس هو اليوم العالمي للتمريض، كيفاش احتفلوا الممرضين في ولايه القيروان ولا في تونس بصفه عامه، لانه خصص يوم للاحتفال بالجيش الابيض بالانجازات نتاعهم اللي عملوهم، شنو النقائص اللي نجموا يتعرضوا لهم. بعد شويه باش يكون محور حديثنا مع بلقاسم الخلفاوي كتب عام نقابه الممرضين بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. سانتي 5.0 حتى من قلبي حسين جسمي، هذه الموسيقى اللي تستنى فيكم بعد بشوية سينو مازلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0 سانتي 5.0 كل الأخبار اللي تنجم تهم الصحة متاعكم ومختلف القطاعات الصحية اللي نجموا نمسوها بيان سور، واحتفالا باليوم العالمي للتمريض اللي كان يوم أمس يوم 12 ماي، هذا باش يكون محور حديثنا في زوم سانتي. زوم سانتي زوم سانتي مهنة التمريض هي أحد المهن اللي تنجم تتميز بوجود مجال الفن العلم والإنسانية، تجمع كل الصفات، يعتبر من المهن اللي تعمل على تزويد المجتمعات خاصة بالخدمات العديدة والمعينة من ناحية العلاجية، ما يسموه بالجيش الأبيض. ذلك علاش اليوم العالمي للتمريض هو من الأيام العالمية اللي يحتفل يتم الاحتفال بها من أجل كون نليو أهمية كبيرة ونثبت مجهودات القطاع هذا، ونعرفوا التضحيات الجسيمة اللي قاعدين يقوموا بها أعوان إطارات الصحة وخاصة الإطار الشبه الطبي اللي تلقاه ديما حتى في مختلف المناسبات. وحنا كنا في عيد الفطر المبارك مررنا من مستشفى ابن الجزار وخاصة قسم الاستعجالي، فما شكون يخدم اون بيرمانونس حتى ما يعديش نهار العيد مع العيلة متاعه وإلا مع صغيرته للي شايل القيام بالواجب متاعه، وخاطر الواجب هو اللي نديله في الإطار ذي. حاضر معنا بلقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقيروان، مرحبا بك سي بلقاسم. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي حياة فم.
شكرا لك سي بلقاسم على تلبيه الدعوه. ما نجموش سي بلقاسم اكيد نمروا مرور الكرام على يوم مثل هذا ونعرفوا احنا التضحيات الجسيمه اللي قمتوا بهم سيادتكم كقطاع الصحه خاصه في مختلف المناسبات. وما ننساوش في 3 سنوات من جائحه كوفيد المخاطر اللي كنتوا تعديتوا بها، المضايقات اللي كنتوا تعديتوا بها، وزاد كيف الوضعيات اللي عايشين فيها انتم في الاطار هذايا، واللي في كل يوم تقريبا تتعرضوا المضايقات كلكو سوا من المواطن والا صعوبه ظروف العمل. شكرا اختي، بارك الله فيك على اثاره الموضوع والالتفات للجيش الابيض. قبل ما نبدا يلزمني نحيي زملائي وزميلاتي في العيد العالمي للممرضين، كذلك نطلب الرحمه لزملائنا زملاء القطاع اللي استشهدوا وهما اجابه وباء الكورونا. كما تعرفوا معناتها القطاع معناتها تحس انه مانيش معناتها محتفلين باليوم العالمي للتمريض، على خاطر تحس اللي وضعيتنا معناتها صعبه وصعبه للغايه في ظل ظروف وطنيه وعالميه سيئه للغايه. مع ذلك انه اعوان الصحه في كل المناسبات، سواء في الاعياد، في سواء في وقت حظر التجول، وفي كل معناتها 24 ساعه زملائنا من الجيش الابيض يكونوا مرابضين دفاع على اهالينا، وهذا معناتها بكل فخر واعتزاز. لكن مع الاسف انه احنا نقدموا في تضحيات، بالمقابل هناك جحود ونكران من طرف اول حاجه السلطه، سنين من كافه معناتها عديد معناتها انواع خاصه من المجتمع اللي يجيوا معناتها للمستشفيات ويكونوا معناتها ويمارسوا علينا العنف، مع انه السلطه احنا عندنا مشروع انه تجريم الاعتداء على اعوان الصحه ما زال معناتها لم ياخذ معركة عديد في الجهات الاخرى. وانتم كان لاحظتوا عن 10 ايام التالي شفتوا الطبيب اللي في قفصه معناها كيف وقع الاعتداء عليه. عندنا زملائنا اللي هنا اللي عديد القضايا مرفوعه والتو معناتها لما معناتها يفتح فيها تحقيق، وعديد المشاكل الاخرى من قوانين ومن معناتها محاضر اتفاق مع سلطه الاشراف لم ترى النور الى حد الان. هو تم التطرق يوم امس الحقيقه سي بلقاسم الى الملتقى العلمي اللي كان انتظم تحت شعار مهنه التمريض هي صوت القياده، بهدف الاستثمار في التمريض، منها احترام الحقوق لتامين الصحه العالميه. من ابرز معني الحاجات اللي قال لك موجوده واللي هي من المفروض تكون مكرسه في مهنه التمريض، خلينا نقولوا على الاقل، وبيان سور ديما احنا مش بنحكي كي نحكي ونحكي على قطاع الصحه بصفه عامه، ابرزها هي ارساء عماده للممرضين وحقوق وواجبات الممرض. إلى أي حد هذه اللحظة مازال ديما حبر على ورق، ديما قعدنا نحكي وفي المنابر الإعلامية، لكن مازال ما فماش مصادقة على مثل هالقوانين. منظومة المحاكاة في التعليم شبه طبي والعلاقة المهنية خاصة بين الممرض والمريض اللي ديما لاحظوها، خاصة ممكن من أكثر لي سيرفيس اللي نجموا يتعرضوا لمثل هالحالات هما قسم الاستعجالي بمختلف المستشفيات، على خاطر هما كالمصافحة الأولى بين المريض وبين أعوان الصحة. هو اول شيء قبل ما ندخلوا في المواضيع هذه لازم تعرف الناس الكل اللي معناتها السمعه نتاع معناتها الممرض التونسي وخاصه عالميا معناتها سمعه طيبه جدا، وكنشوفوا معناتها تهافت الدول على الممرض التونسي راه مش معناتها مش من فراغ. هذا نتيجه اللي احنا تكوين معناتها بي قوي. احنا تشوف تو ايطاليا اللي هي معنا دولة اوروبية والمانيا وبلجيكا وكندا ودول الخليج كانت تمشي معناتها تطلب الكفاءات، معناتها الكثرة متاع الزملائنا المغادرين، وهذا زاد عنده زاد اسباب اخرى انه الممرض التونسي في بلاده ما عندوش معناتها قيمة وما عندوش كرامة وما عنده والحقوق متاعه والتو معناتها التو ما تحصلنا على حقوقنا. نهيك وانه نجريوا على القانون الاساسي اللي معناتها صاروا 6 جلسات مع سلطة الاشراف والجامعة العامة للصحة، والى حد الان التو معناتها حابس كل شيء. عندنا الترقيات متاعنا حابسة،
ما هنا هيك انه زاد اللي هو نرجعوا له اللي هو الاعتداء على اوان الصحة، تجريم الاعتداء التو 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 معناتها في التو لم معناتها لم يبت فيه، وهذا سبب لنا عائق انه الممرض يجي للمستشفى يجي معناتها من اللي يخرج من داره يبدا معناتها ديموراليزي معناتها ما مش عارف على روحه يروح لباس يروح ضرب واحد بموس. انا بالحق راه ظروف نخدموا فيها سيئه للغايه، فمعناتها هك علاش تخلي معناتها الرغبه نتاع الاغلبيه باش يغادروا، واللي احنا ما واش معناها معناها مش نغادروا معناتها خاطر نحبوا خاطر الظروف هي اللي لزدتكم. الظروف هي اللي لزدتكم للشيء هذا. وأبار ممكن حتى سيف القسم العلاقة المعناها اللي تعتبر بين الظفرين سيئة بينكم توما والمواطنين اللي يجيوا المرضى اللي بشي يجيوا بشي بيشروا غادي في الأقسام اللي في المستشفى، زيدا لاحظوا معناها نقص زيدا الإمكانياتكم اللي انتوما ماهوش متوفرين لكم حتى انتوما كممرضين وكأعوان الصحة، ظروف العمل الملائمة اللي تخليك كما قلت انت تخليك تمشي ديموغاليزي وبما معنويات منخفضة باش تمشي تأدي الواجب متاعك. عديد المشاكل اللي احنا نكونوا الضحية متاع سياسة متاع الدولة. الدولة ما توفر لكش الطبيب وما توفر لكش العلاج وما توفر لكش التجهيزات. المواطن كيف يجي ما يفهمش الحاجات هذه كل، أول معناتها ما ينتقم ينتقم من عون الصح. وهذا معناتها هكما تشوف تو أنا كي نعطيه انا مثلا جاي مش ياخذ رونديفو ما اي رام ولا سكانير ولا ما عرفش شنو ولا أيه. ولا مش يعمل تحليل وما فماش رياكتيف، انا شنو انا شنو بايدي انا انا ما هذاك هذاك انا معناتها هذيك هي امكانياتي انا ترد الفعل فيا انا علاش معناتها هذا الدوله هي المتسبه. وزاد نحسوا اللي فما سياسه ممنهجه ضرب القطاع العام هذا كله خلى احنا يصير انعكاس سلبي علينا احنا تي احنا الموجودين في اللي نشتغلوا تي حتى احنا الدويات ما نمشي نشريو فيها الدويات احنا معناتها حتى ابسط الحاجات احنا ما نش متمتعين بها. فما بالك معناتها المواطن اللي يجي معناتها وحاجته بحاجات وتبدا ماهيش متوفره يرد الفعل فينا احنا. فبالحق معناتها الحاجه هذه تعبتنا برشا احنا والدوله ماهيش هنا معناتها حتى كيف معناتها نقولوا لهم راهو المستشفى مسيل من الكنام في مليارات المليارات. لو الكنام تفي معناتها بتسديد معناتها الديون ما تخلد لديها للمستشفى باش احنا نوفروا الأدوية ونوفروا معناتها التجهيزات، راهو احنا زادا نخدموا في ظروف معناتها طيبة. حاجة أخرى زادا الدولة تو زادا راهي ماشية في عدم معناتها تعويض الناس المتقاعدة. يا أخي خدمة خمسة راهو يخدم فيها واحد سبحان الله، أنت تدخل للاستعجالي تبدا معناتها فهمني يعني ضغط ومعناتها واكتظاظ وتبدا عندك دومو ديزان فيرمي هي شنو مش الناس كل معناتها مش ينجم يوفر لهم معناتها خدمات. اول ما يجي المواطن يجي هو ماذا به معناتها هو اللون، لكن انا ما نجمش يولي يمارس عليه العنف فهذاك علاش معناتها الحقيقه تعبين ويلزمنا معناتها حلول. وانا الموضوع هذا سيطرح يوم 16 معناتها ماي انه مؤتمر الجامعه العامه للصحه سيصير معناتها اثاره عديد النقاط منها الترقيات من القانون الاساسي منها معناتها تعويض المتعاقدين والريكروتمون هذه كلها مواضيع يلزمها ترى النور ويلزم معناتها نناضلوا من اجل معناتها على الاقل نوفروا الادنى لزملائنا اللي يخدموا في ظروف سيئه للغايه. أكيد، وهذه معناها مطالب مشروعة على حقيقة بالنسبة للناس ضحات بصحتها ضحات بالظروف اللي تخدم فيها للي شيء لأجل تأدية الواجب، ومشكورين جدا على الأداء متاعكم الحقيقة وعلى تضحياتكم الجسيمة. أقل حاجة على الأقل كي ستقولكم على مثل هالقوانين هذه من أبسط الحقوق اللي تنجموا تطالبوا بها. كلمة أخيرة نجموا نتوجهوا بها إذا كنتم بيانسو قلتوا ديجا عندكم نهار 16 مايو المؤتمر الجامعي أكيد عندكم برشا ما تحكي
وان شاء الله ديما احنا ديما اللي نتمنيه سي بالقاسم اللي هو ما يقعد جوست حبر على ورق وتقعد جوست مفاوضات ومقابلات فقط، ومن بعد نخرجوا بخفي حني خلينا نقولوا، وما نخرجوش بحاجات اللي نتوما تنجموا تلقاو فيها حقوقكم نتوما كاعوان صحه. شنو هو الكلمه الختامي اللي تنجم تخدم بها سي بالقاسم؟ خليني سنحييكم كإذاعة على معناتها مواكبتكم معناتها للقطاع بصفة عامة وزيه القيروان بصفة خاص، واللي هي أول مرة معناتها ممكن في الجمهورية كاملة معناتها إذاعة خاصة معناتها بالصحة. بارك الله فيكم والناس اللي معناتها فكروا في الموضوع هذا. الحاجة الأخرى أنا ديما نرفع القبة معناتها تحية لزملائي اللي يخدموا في ظروف سيئة. النقطة الثالثة احنا نوجه معناتها رسالة شديدة اللهجة إلى السلطة لمعناتها أعطاء حقوق الناس هذه اللي تعبة ومعناتها وتعطيهم حقوق كما قطاعات أخرى. احنا مسمينا الجيش الأبيض لكن كلامك هو الجيش الأبيض بدون معناتها أنك ما تعطي حقه، بدون أنك ما تحترمه، بدون أنك ما توافق له على القوانين متاعه، بدون أنك معناتها تمشي في تطبيق محاضر الاتفاق اللي أبرمت مع الجمع العام للصحة. لذلك احنا راو مش يصير نهار منحبش يوصل نهار انفجار ويصير عزوف كامل ونصيروا معناتها الناس كلها تهاجر البرة ويبقى هالقطاع واللي هو معناتها حساس وحساس جدا. ما نحبوش نكونوا معناتها نسلموا في أهالينا واللي يولي والله قدر الله يولي نجيبوا في الناس من برة باش تخدمنا، وهذا إن شاء الله ما نوصلوش. وربي يعطيكم الصحة وإن شاء الله زملائي معناتها كلهم يعطيهم الصحة والعافية. ونزيد نشكرهم ألف 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 معناتها تحية ونوزع عليهم وردة وردة ويستاهلوا أكثر من هك. أكيد مشكور جدا سي بالقاسم الخلفي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقيروان، وحبينا نحكيوا على الاحتفال باليوم العالمي للتمريض اللي هو كان يوم أمس. ما تشوفوا في ظل الظروف الصعبة ما يفوتنيش، لازم نقدموا تحية شكر وتقدير لكل العاملين بقطاع الصحة ونترحموا على الناس اللي توفوا خاصة في جائحة كورونا وتوفوا فداء للوطن وتضحيات مع الأمراض هذه، الأمراض السارية، الأمراض المنقولة والصعوبات اللي قاعدين يتعرضوا لهم خاصة زادة مع المواطنين. احنا نعولوا على وعي المواطنين اكيد في الاطار هذايا في تعاملاتهم كل سوا مع الممرضين، مع الاطار الطبي، الاطار الشبه الطبي ومختلف العاملين بالمستشفيات، خاطر يقعدوا في اخر المطاف هما مواطنين كيفكم كيفهم، واكيد ما همش باش يبخلوا حتى ذره عرق اذا كان عندهم الامكانيات المتوفره باش يقدموا لكم، وقاعدين يتعاملوا مع امكانيات موجوده عندهم وهذاك الموجود وقاعدين يتعاملوا به، خاصه كي نحكيوا على ولايه القيروان والنقائص العديده وان شاء الله نترقوا لهم احنا في مختلف النقائص اللي تعاني منها ولاية القيروان في القطاع الصحي ومختلف القطاعات الأخرى خاصة القطاع الصحي كل كسوة ولاية القيروان، وإلا مختلف المعتمديات متاحة، خطر حتى في المعتمديات عنا ما نحكي، وإن شاء الله تنجيكم بمفرغات المؤتمر الجامعة العامة للصحة اللي بيش يكون إن شاء الله نهار 16 مايو اللي بيش يحكيوا فيه على الترقيات، اللي بيش يحكيوا فيه على القانون الأساسي كيف كيف الناس اللي أحيلوا على التقاعد كيفاش تسوية الوضعيات متاحهم وعديد من نقاط الأخرى. كانت هذه زوم سنتية. زوم سنتية. احنا مازلنا مواصلين معكم في سانتي 5.0 حتى النص نهار، نحاولوا هكا على الاقل ناخذوا شي فكره على العاملات اللي كانوا تعرضوا يوم امس مالوغوزمون لحادث المرور، وفاه عامله وتعرض اخريات لاصابه بالغه بعد حادث المرور، والوضعيه السيئه للعاملات الفلاحيات هذوما اللي ديما شكفوا نحكيوا على الوضعيات نتاعهم، نحاولوا نطمنوا على الصحه نتاعهم ان شاء الله بعد بشويه اذا كان نجمنا نتحصلوا الحقيقه على احد المسؤولين باش يطمنا على الحاله نتاعهم. مازلنا مواصلين معاكم المشوار من توا حتى نص نهار. سونتي 5.0 سونتي 5.0 إذاعة القيروان للصحة، مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سونتي 5.0 سونتي 5.0 بعض الناس ينجموا يعانيوا من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دون ما يحسوا بأي أعراض، وضغط الدم المرتفع وغير المراقب ينجم يزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة كما النوبة القلبية والسكتة الدماغية. هذا محور حديثنا في أجندة صوتية. أجندة صوتية.
في أجندة سانتي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ينظم قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى ابن الجزار بمساهمة مدرسة علوم التمريض بالقيروان يوم مفتوح لأمراض ضغط الدم إن شاء الله باش يكون نهار لحد 15 مايو 2022 انطلاقا من 10 متاع الصباح. الناس اللي تحب تراقب ضغط الدم متاعها معلها كان تمشي لمدرسة علوم التمريض بالقيروان وتقيس ضغط الدم متاعها على اعتبار أن تطور ضغط الدم المرتفع في الغالب يكون على مدى سنوات طويلة وفي نهاية الأمر ينجم يظهر عند كل إنسان تقريبا، لكن لحسن الحظ ينجم يكون اكتشاف المرض بصفة مبكرة وقت اللي تكونوا في مراقبة لحالتكم الصحية مع قياس ضغط الدم متاعكم، هكذا تكون السيطرة ممكنة بمساعدة الأطباء وأهل الاختصاص. خاصة أنا نعرفوا ارتفاع ضغط الدم منتشر أساسا بين البالغين وديما سيسر ويحكم الناس كل. كانت هذه أجندة سنتية. Agenda santé. أجندة سنتي نكونوا كمان معكم سنتي 5.0 اللي انطلقنا من 10 حتى النص نهار مدة ساعتين من زمان. أن غو ميرسي لأحمد المخلوفي في الإخراج التقني للحصة، شكر المتلق معنا في ديجيتال من ثم جيت عبير شوي آخر تستناو زميلة نسيم حمدي قراءة في آخر الأخبار المحلية والعالمية. خليكم برانشي على 95.5. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص، هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا.